بس انت مو متعود تغسل اول مره شوفك تغسل. لا واسخ اجل واسخ اصبر ما اغسل امراضك قعدت. لا صاحي للحين نايم للحين نايم باقي شوي واصحى الساعه 3:30 ان شاء الله اصحى ولا راح اشوفه. ايش فيك ابو مسخن انت؟ تشوف واحد صاحي قدامك قاعد تزور تقول له قعدت. يا سالك صحيت يا بريض ولا صحيت؟ بعدين من هو انت عشان تسالني صحيت ولا ما عرفت ثانيه سهبله انت. من الرجال ذا؟ والله ما ادري جديد دخل علينا بالخارج. جديد انا مو قايل لكم لا تجيبون ضيوف. شو البلاء اللي فيك؟ انت استبقر ولا استبله انت؟ لا ما استبقر هسه من هو انت؟ انا شعال الغفله عاد المطير ولد عمك. عرفته ولا ما عرفتني؟ من هو ذا؟ منين جايبينه ذا؟ اقول لك طق الباب دخل جديد قال انا بات. طق الباب! شعر وياك ولد عمك. بس. ايه شيك عادل. ايه بس عرفته. عرفته. على ايام كم كيلو جبنه العكاوي؟ نعم برافو. وياك ولد عمك لما تسحق قدر من هو؟ احترم. ما عندي ولد عم انا شعره اشقر وذا ما عندي. احنا كلنا انا صابغه فهمت العربي وبغيره. ايه واذا ما يجوزك بشيله مره واحده شعر. عشان افتك كاره شعر 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 عرفت؟ عرفت تسحق على وجهك سفيه. كم كيلو الزعتر هاليومين؟ لا تضحك على ولد عمي. شايف بيني وبين ولد عمي لا تتدخل فيه. انتبه تتدخل في امور عائليه ذي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايش فيكم؟ ايش فيك؟ سلامات. بس هون على وجيهم ريضي. انت طالب من التطبيخ التطبيق طلبت من الغداء بعدين تجون تاكلون انت هم مسحون على وجيهكم. شيل الهوا وياكل على راحتك على مزاجك. لا لا ما بقول احنا المجهول يعني يا سويمي اللي ما تستحي انت يا اخوك. انا اللي اطلب الغداء وتاكلون قبل لا اجي. عيب الحكي ذا. عيب الحكي يبقى ادبهم انت. اقول شي احترم نفسك انت ويالا يكون يجي كف. اقول لك انت احترم نفسك نبغى نجوع. انت بجاي على كيف لا تجي على كيف لا تجي. اي نعم ناخذ لك حادك وخاصة. لا 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 دقيقة دقيقة اصبر اصبر خالة خالة اصبر. ليش هزم يا بي يطلبوا كل شيء؟ اطرحها اطرحها اطرحها. اي امه اي امه يا حد يفكر. اي امه يا حد يفكر. اي خلاص لا خلاص 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 خلنا نتغدى. هوش بعد الغدا هوش بعد الغدا. يا ابو شبريت ابو شبريت ابو شبريت باسم طلعوهم برا يتهاوشون. خلنا نتغدى احنا. طلعوهم برا يتهاوشون. طلعوهم برا طلعوهم برا يتهاوشون. تعوذن بليس تعوذن بليس يا اخوي سمسم. انا بعد خلاني اتاخر ما انزل ان اليوم ما نمت عادل. راب اليوم ما نمت عادل. ما شلون حلمت حلم يا اخوي سمسم؟ شفت شيء روعني في النوم سبحان الله. ما ادري شفتك في النوم كذا شفت طلعت علي انت في النوم وشفتك في النوم وارتعت. ها يعني انا اخوف؟ لا يعني انا اخوف هذا معناها كأنه خلاص. لا مو بقصدي كذا. قصدي يا اخوي ايش فيك انت اليوم ماكل فلفل اليوم؟ الله ينهر. خلاص اجل قلت لك لي حلمان حلمان شيء بي انا شيء بي خوف. نتهاوش بعد الغد نتهاوش. من جلس من النوم يا مريضي هو يا خزون يا باسم. بس الله يعطيك العافيه عطني اللبن من يمك. بس الله يعطيك العافيه اللبن. اللبن يعطيك انا قول لي واجيب لك. شو عاد بعد نقط يدك؟ ايش دعوه يا ترى لبن قرباني ايش دعوه؟ خلاص يبا اذا بتزعل يبا ما نبي لبن. كان نبي يزعل لبن ما نبي ما يحتاج نشربه. حبيبي تفهم ولا ما تفهم؟ خلاص بتوصل جيب انا وديك. ايش فيكم اليوم؟ ايش فيكم؟ ما كلم في البي اخوي فوزي قل له بس طلبت اللبن. لا ايش مضبوط انا مشيت لك طعمه زين والله. اشوف عطني اياه. اصبر على الثياب اقول لك قوم يعني نهد الاكل. لا لا تغدى جوز عن طبعك. خلاص يبا لبن انا ما ابي لبن. جازت نفسي اللي عطني بس سلطة من هناك. سلطة 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 الله يعطيك العافية إن شاء الله. خليني بجيبها. بينزل عجزك.
حبيبي ايش فيكم اليوم؟ ايش فيكم؟ ما حد من الطير يا اسف خلاص اسف. الحمد لله نعم الوالد الحمد لله. قايل لكم يا جماعة الخير ترى مو بكل الناس زينا، احنا يا السعوديين ناكل رز. جيبوا حق اللي ما ياكل رز جيبوا له. انت اكو قدرني فيكم شعر انا اكل الرز مثلكم شعر ما تستغيين لا تنتخي يا جماعة الخير. بكرة الغد لازم يكون كباب وسلطة وشيش طاووق ومتحي وسلطة فتوش عشان الاخ عشان الاخ جزئي تزيل ان شاء الله 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 عاد عاد الشعب تعرفون الشاعر ايه عرفتك بس والله وعد بكره ما تشوف الشاعر ده اقش زين اذا انت عادل اثبت لي انك عادل انا اعرف عادل اللي قام يضحك ضحكته مميزه كذا اللي قام يصيح بعد صيحته مميزه نصب على الريس عادل 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 بس مو نسخه لبنانيه انا ابي اغير الشكل ايه بس ابي اتزين شو اللي خلاك تصبغ ذهبي طيب لان انا احب الاشقر اصير اشقر يقولون اشقر جي الاشقر ايه ايه صح صح شنو كفو ليمتد ذهبي خذ بعد شنو كفو مش طالع نزل راسك بس شوي بس في حكه هنا جات يا حكه نعم نعم حكه براسي شاء الله شاء الله سم سم اخوي سم 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 لبن لبن يا حبيبي لبن اسبوع ما ادري كذا قال لي ودك بستك تعال جيب لي بس لي سفر والله العظيم الباسمي يعني عارف حق روحك ما عندي شربت دبت كنا نحصان سبحان الله. انا بعد اذكر والله والله جد يعني يا جماعه الخير مو مزح اذكر جدي الله يرحمه الله يرحمه المسلمين كان اذا عندنا بقر في المزرعه جد والله اتكلم عندنا بقر في المزرعه والله اذا جاهم بطنهم يشربهم سفناب انا بقرة لا ما قلت محشوم محشوم لا بقرة اقول لك كان جدي يشرب البقر زين سفناب يقول يقتل الميكروبات يقول يعني انا بقارة لا ما قلت انا انت بقارة نفسك حبيب قلبي محشوم محشوم البقارة عنك اقول لك احترم نفسك ان شاء الله زين انت قلت لي ابو احمد تشرب سفناب يعني لو جاك بط انت عندك ما شاء الله يا ابو احمد معلومات جميلة اذكر بعد عندنا جار بعد عنده تيس جار في مزرعتنا عنده تيس يا ابو احمد جابطنا شوف قال لك ابو احمد تيس يا ابو احمد لا وسخته لا انا اقول لك جارنا في المزرعه عنده تيس المهم يا ابو احمد لان انا لفت انتباهي يوم تقول معلومه ان السفناب زين حق البطن فالتيس ده جابطنا قام جارنا اللي في المزرعه شرب التيس سفناب والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم ثاني توفى التيس لا ما شاء علاج والله علاج حلو والله خليته نفسه أجل... اجل يا ابو احمد واحد يوجع بطني يقوم يشرب سفناب شو الخرابيط ذي يوجعك بطنك يبقى راح للدكتور ما بتشرب سفناب اشرب سفناب وروح للدكتور ما اروح كيف تفضل على البقره الله تبارك الرحمن على الجو اليوم من الظهر تمطر يا جماعه الخير تو وقف المطر قبل شوي لا إله إلا الله أجواء يا جماعة الخير جميلة اليوم قررنا أن احنا ما نطلع ما نكشت في أي محل نستمتع بالمكان الجميل هذا إن شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن شفيكم؟ ايه شو يا بريضي؟ مضحك تأسر اليوم ولا شيء؟ شفيكم؟ أنا بقول لك ريحة الصابون خلي عندي ما تمضح الماي
وسخ يا زلمه. ليش تغلط على ولد عمي؟ شلون غلط على ولد عمك؟ انا غلطت عليه ولا سبيته. سؤال سؤال بس سؤال بس سؤال. الغساله ذي غسلتك؟ لا. غسلت ابوك؟ لا. ليش تجي تتحكم بولد عمي؟ ولد عمك هو اللي قال لي. استح على وجهك. عيب عليك. انا بيني وبينك قلت اغسل هدومي بالعراق. هو اللي قال. سمعت. ادري يسوي خير يقلب على شعر. حبيبي بتغسل ثياب الرجال. غسلهم باحترام. لا تمن عدوله ولا شيء حبيبي ولد عمي لا حد يمنك. اذا عادل عادل اذا النتف بيقدي منك يبغى اجيب ثيابك انا اوديه المغسله على حسابي. تسلم. تفكر انت الله يضحك عليك والله. شلون اضحك عليك؟ يوم انه من ساعه قلت له حق باسم وقلت حق بدويش ودي ثيابي ما حد يرضى لو حد يودي ثيابك كم راح اودي ثيابك. وترفع صوتك على ولد عمي بعد. خلي فيه امسك علي حرفها عندك عندك عندك. الله 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 اصبر لا عيب عليك اقعد اقعد انا حرفها عندك عم تودي اقعد اقعد تعوذ بلي اسمع عبد العزيز. اصبر دقيقه ما بلعت طلعني ما يخالف مرخص خربنا غشق الغساله انا يعني بس اذا غساله انا مغسله غسلتها بتفكر اسوي عشان تنظفك شوي الغساله يعني انا وسخ. المهم خلك ودول اجبر ضرش لك بعد شو واحد من الشباب يطلعك يا تعال هذه البدل حوالي صبح بطلع مرادي تكفى طلعني ايش اموني يا حرجوني قولي ودك الغساله ترضى مرادي ترضى علي بحاول انا اشيلك بحاول اشيلك بحاول اشيلك شوف شوف بعد عمري اي بس اي وريني بسم الله عليك بعد عمري طلعته من الغسال وقطيته في البركة على بعد على بعد عمري ادري تبي ايش لا انا بس عندي ولا شيء لا علي في الكره شو انت بدل بسنت ادري تبي فدول ما ما كانوا ديابه جني علي في الكره واحد علي كم ينفض كم ينفض خلص تعود من بيس تعود من بيس ابو عادته انا اقول لك ايه خليك واجيب لي ثياب الحين الحين اذبحك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد ما انكم بكبوا وعدت عجامكم لا لا خلاص بحالي تعود من بيس تعود من بيس مر غرفة زجران وخذ لك اي ملابس تبيه البسة اقول مر مر على غرفتي وخذ اللي تبي من الملابس بعد عمري نبيك توديه وياك الحاسة تين وشغلات نبيك توديه صدق والله ما استحون على وجهكم ما حنخويكم بدل ما تقولي لي لا تروح ما نستغنى عنك ما نعزى عنك انت ما تبي المحل مبحول الا من دونك انت تبي تروح ولا تبي تقعد ليش تقول اجبر الحاسة ما حد ولا تكلم ابي اشوف اختبار ابي اشوف عنك بقول الحين بروح الحاسة انا بقول بروح الحاسة الحين بيقول لي راح الله وياك لا 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 ما تروح بدويش ما نستغنى عنك ما تروح ايه بدويش لا انا ايه راح الحسن سؤال انت بتروح ولا تبي تقعد؟ بودي من المغسله يبا بس ابي اختبار ابي اشوف عنك ايه اختبار ولا ولا بقيت الا تختبرنا احنا والله مشكله سجنك ولا طنقي تدري عن ربعك انهم خمت متجمعه روح نفسك بس كاوي غسلهم كل حول ترى حياك وينهم؟ هذا موجود في قلبي باسم متى دوامك في المستشفى؟ يعني متساك لا رد عليه تعال الله يعافيك تعال تعال خذ لي قياس الضغط تعال اي ابو صحيح والله انك سيستر شرب عشان كنا سيستر صح
شلونك اخوي باوز؟ وش اخبارك؟ عساك بخير. حيا الله الرجال الطيب، الرجال الكفو، الرجال الرجال. شكرا. تفكر فيه؟ قربك سعادة. ايه يقول المثل جاور السعيد تسعد. سعد نعم حبيب. بس انت على طول صدقني لا ما خليك تشكي من شيء. حبيبي. اي نعم. اتبع انا شغله، تذكرت شغله. شنو؟ امس انت مكلمني قايل لي اجيب تبي مفتاح حق غرفه بدويش. شنو؟ امس انت مو قلت لي كلم العامل يجيب مفتاح غرفه بدويش؟ سالتك ليش قلت تبي تقفل على بدويش عشان لا يطلع؟ كذب ولا قلت يعني ما اجيب المفتاح علي؟ ما قلت تقفل علي؟ كذب ولا قلت؟ ما قلت المفاتيح. خايف عليك يا بدويش، خايف انك تطلع وهو نايم وذا تحكم فيا. ما قلت عليك من كذب. بس ما بس عليك تتكلم من وراي تبي مفتاح. انتبه احترم نفسك يا اخوي. البارح قلت نوري ما قال. شنو اللي قال؟ شنو؟ اكبر قهرين. وبعد بتضرب بدويش بذي؟ ما به هو بضرب. لا واضح انك بترميها على بدويش. إذا أنت مو بقد كلامك يبقى لا تتكلم. أنت قايل لي أمس نبي مفتاح حق غرفة بدويش، نبي نقفل عليه عشان لا يطلع. شيل حالي أنا وياك، شو ما قصيتك كذا؟ قصيتك تقفل علي؟ تقفل علي ليش؟ يا أبي ذيك يا أبي تقفل علي يا أبي. هلا. أنا عجي. شلونك يا خاله؟ شلونك يا خاله؟ انا كمل انا كل يوم يباسي يشري طاقه ولبسه وشرى لي ذي، قال لي هذا مقربي يا حبيبي. ما ادري مقربي؟ يقول باسي يا حبيبي. الله كان مبين عليه. ناقصك بوشيه بس. هذه الملابس اللي شريته لي، هذه الملابس اللي شريته لي وانا البسهم. ذي الملابس مو بحق رجال، ذي الملابس تلبسها الخاله بدريه ومسامي. ترى نفسك هذا اللي تلاجي، هذا اللي تلاجي. الحمد لله رب العالمين. اقول لك لا تفكر في قلبي. هذا قلب عليك، خسرت اليوم تضحك علي، قلب عليك. هذا قلب بدريه وان شاء الله يقول بعد اليوم بعد يقول ذكر اسم خبري خبري. زين تالي بسالك الحين. شنو بسألك؟ انا رجال. انا رجال. عارف انك رجال. افهم كلامي. انا ابو علي. ان شاء الله يا ابو علي. الكل اني عارف الاحترام والتقدير. ان شاء الله بسأل ابو علي. ابو علي. شنو معلي؟ ابو علي. نعم. الله يعافيك ان شاء الله. عفنا فيك. ما عندك في الشنطه ديرمه ولا حنه؟ الحين بتصير انك رجال ولا لا؟ لا. ان شاء الله. دقيقة خلاص. المباراة خلص سوي عصير. تجي عطني القطرة ليامك بسرعة بسرعة. دقيقة. يلا. تغطى. ايش فيه؟ علي احترم نفسك. تغطي يبا في من؟ حق تغطى الرجال. في اجنبي تغطى الله يرحم والديك. الاجنبي ذا. وشبري. يجي الاجنبي. ما يصير. الرجال تغطى. ما يصير. الرجال تغطى على الرجال. حول الله. اقعد احترم نفسك. قايل لك اكثر من مره. خرج الحزون. شابس. ادري تبي. انت قايل. انا قلت لك مغربي. علم امي لابس مغربي. مغربي ذي يا يبا. شنو؟ ذي لبس جداتنا. يقص علي. خليه يجي واقبك فيه. مشوا خليه. كنا مريول ختي. عدني تابي. علمك. أنا اليوم علمك. أنت الخير. نصيحة. لا أحد فيكم ينزل الحسن لشاري هدية لأمي متى. اشتروا لأمهاتكم هدايا. ترى رضا الوالدين والجنة تحت أقدام الأمهات. واللي فيكم ما يعرف شو يشتري حق أمه هدية مناسبة. استشيروا اللي يعمل. ايش قصدك يعني؟ ما بقصدي شيء. يعني ايش قصدك يعني؟ قاعد اقول لهم اشتروا لامهاتكم هدايا. يعني انت استشيراني انا ايش قصدك يعني؟ استشيروني. استشيرونك يا تاب.
يا مع يا ابو علي انا اشوفها جلب يمكن تصحي امي ولا لا الله يا مرتضى اذا في احد يعطيني شلون طريقه نسوي عصيد ترى على هالشتويه تحتاج عصيد علي سوي عصيد علي نبي عصيد سوي عصيد شاب معالي انت يا شاب في الوان حق الوالده في الوان ما جعلك شاي نو شاي فهم فهم خلاص فهم فهم وين؟ عمري هنا ترى بجيبك بجمع ان شاء الله لون ازرق تابي لون احمر الا تابي ان شاء الله يا الله يا معالي ان شاء الله ان شاء الله تخطي 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 ابو علي افهم شو تخطى تقول لهم؟ زين اسمع حبيبي بكره الظهر تجي عندي الغرفه زين ابي ستاره حق النافذه دي الاخت الاخت شروق يا تبي يا تبي يا تبي يبا راح البشر ملابسك وتعال والله ما عندي ملابس ان شاء الله ان شاء الله زين شباب ايش رايكم على هالجو الحلو نسوي لنا جلسه جميله راح وخلونا من الضحك والطقطقه خلاص كلام الجد الحين نسوي لنا جلسه حلوه الحين بهالجو الحلو انت فرش الفرشه يا فوزي وانت سوي الشاي سامي شيل الدوشه وحطها على الفرشه ها قول يا ماما قول يا ماما دوشك زي مسانه ان شاء الله ان شاء الله ولا اذا يحتاج الجو خيمه ترى عندي خيمه سدو سدو يبا راح البس اذا ما تعترم نفسك ان شاء الله ان شاء الله ترى عجبك والله ان شاء الله بعد عمري راح البس لك غير الملابس ما ادري ادري ان شاء الله شو اسوي له راح يبا غرفتي يلبس اي شيء راح والله اي راح طولي ما عليه ولا هو انك طولي لبس بس احسه مو طولي الله يهديك الله يهديك كنت جاي بس عند الرجاجيل يبا الشاي لابس مو بكل شيء بس تعالوا لبسه نصحى نصحى يا ولد عمي ابو علي تعال بيك ابو علي تعال بيك نصح ابو علي نصح يا ولد عمي قل له مو بكل ملابس تنلبس طيب كل كل مقام مقال الرجال لهم ملابس النساء لهم ملابس تعال ابو علي تعال ابو علي اسمع ترى ولد عمي ذا حكيم حكيم استفيد من عنده حكمتين بيعطيك اياها شو فيك ابو زيد دي الملابس ما يلبسون النسائيه حبيبي ضحك عليك تبسم باسم قال لي مغربي تفهم ولا ما تفهم ضحك عليك النسائيه ذي ضحك عليك خلك مثل ولد عمي ما حد يضحك عليه ولد عمي ما حد يضحك عليه عدوله تقول لي نسائيه انت بشعرك مصبوغ هذا النسائي نعم هذا النسائي